لسنا بمكان هذه المقاومة، هذه المقاومة التي تمكنت من أن تحرر لبنان كما ذكرت أنت حضرتك في المقدمة، هذه المقاومة التي حققت إنجازات كبيرة من الانتصارات، وليس فقط على صعيد لبنان وتحرير لبنان من التحرير الأول إلى التحرير الثاني إلى الانتصارات التي لماذا تترك وحدها اليوم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيرها من الخبرات التي وصلت إلى بوسنة. لم نترك وحدنا، نحن لسنا وحدنا، نحن جزء أساسي ويبدو عمود فقري لهذا المحور الذي تشكل في كل هذه الحروب على هذه المنطقة، على منطقة المشرق وعلى هذا على وجودنا نحن. وبالتالي نحن لسنا وحدنا، نحن في 2006 ب 14 آب حين ظهر في خطابه سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قال بالعلن نحن لم نعد وحدنا، نحن لدينا، وهذا ما ظهر في المجزرة أو حرب الإبادة التي تعرض لها لبنان في 17 و18 من الشهر الحالي بعملية البيجر والمجزرة البيجر والتوكي ووكي. طيب ما نحن شفنا أنه لم نكن لوحدنا، ولذلك ظهر العراق. لم نكن لوحدنا ولم نعول يوما، ولا بالألفين وستة ولا بالألفين ولا بالـ82 ولا بأي مرحلة من المراحل على هذه الدول العربية الخانعة أو التي تعمل أنها نائمة أو ميتة، لأنه حتى موضوع نائمة بهذه الحرب، حرب الإبادة على غزة، لم تعد نائمة، هي ميتة هذه الشعوب والأمم، ولذلك ميتة منذ زمن نعرف وطبعت وإسرائيل أصبحت صديقة وحبيبة، العدوان في لكن أين إيران؟ حبيبة لمن؟ لإسرائيل، دول عربية. إيران لولا إيران، خلي المقاومة تتكلم عن ذلك، لسنا نحن من نتكلم عن موضوع إيران. المقاومة هي التي تتكلم عن ذلك، المقاومة في فلسطين تتكلم عن ذلك، القدرات الصاروخية وغير الصاروخية والعسكرية وكل الإنجازات التي تحققها المقاومة والتراكمات التي حققتها المقاومة هي كانت بدعم إيران. نحن يعني سنوار وغيره من المقاومة الفلسطينية هم يتكلمون. واضح سيدة ثريا، خلينا ننتقل إلى أربيل وأسأل سيد عياض الطوفان تقييمك العسكري والسياسي لما يحدث الآن. تدفع الثمن غاليا في هذا الموضوع. نعم،